المركز بديناه في شهر واحد الفات 2016. بدينا تمارين في شهر 11 الفات في الساحة الخضراء. وأظن أنا جيت لقيت الشباب ما شاء الله كان عندهم الهواية، تعلموا الميكس مارشال آرتس، فنون قتالية وخلطة. وأنا تمرنت حوالي 7 سنين في أمريكا واشنطن دي سي في نادي اسمه بيري أكاديمي. فالشباب كانوا متحمسين جدا يتعلموا الجيجيتسو والإم إم إيه. فبدينا عامة كده في الساحة الخضراء كان في الأول. وبعد فترة والحماس والعدد بقى يزيد الحمد لله، فتشنا وحد ما لقي لنا المركز اللي نفسنا، كان في شهر 12 الفات 2015. الحمد لله بدينا فيه شوية شوية، كان حياة بسيطة جدا يعني، حياة مراتب في الأرض بالعدد، وكان ما عندنا أي حاجة. والحمد لله يعني من هناك نحن استمرينا وحاولنا نقدم كل مرة شوية شوية كشباب، نجي مع بعض ونشتغل نحاول نصل للهدف أن احنا هو هدفنا هو الفنون القتالية المختلطة. هدفنا كان في العموم أنه أسي في السودان أصلاً كان ما في عندنا، من أشهر الحياة في السودان كله الناس بتحضر الشباب مثلاً الديزرت فورس في إم بي سي أكشن، وما بنعرف سوداني من داخل السودان شارك ولا حاجة دي. فالحمد لله معظم الشباب دي أهدافهم يصلوا المرحلة دي ويمثلوا السودان بالمستوى ده. والحمد لله يعني في فترة بسيطة جداً نحن وصلنا لناس على مستوى ما شاء الله مستوى يعني تمام جدا. الميزة بالنسبة لنادي المقاتل التخصصية، يعني أي لعبة قتالية فيها مدرب، فيها يعني مدرب كفئ جدا أو كان بطل سابق أو زول له خبرة في المجال نفسه، يعني إذا كان نتكلم عن لعبة الجيجيتسو أو مثلا الملاكمة أو الفنون القتالية الأخرى بتتقدم هنا في النادي، يعني فيها نوع من التخصص يعني. فيعني كثير بنشوف أندية بتكون يعني التخصص في منشط واحد أو بالذات في الفنون القتالية يعني. يمكن الشيء المميز اللي هي الرياضة بتاعت الام ام اي دي حاجة ما موجودة في السودان. يمكن قبل فترة كان في شباب حاولوا يعني مثلوا الحاجة دي تقريبا، لكن ما دعم لها اتحاد، ما دعم لها يعني ما تغيمت كلعبة قتالية زيها وزي اللعبات الأخرى يعني. النادي مميز جدا بأنه يعني الناس الموجودين فوقه هم أكفاء جدا لأنهم يدربوا أو يمرنوا الناس الطلاب أو الناس الرياضيين. دي واحدة من الميزات المهمة جدا إنها تتوفر في أي نادي يعني. أنا بديت الرياضة تقريبا حوالي 14 قبل 14 سنة، بديت هنا في السودان تاكويندو في مركز شباب السجانة، واستمرت حد ما لعبت منتخب السودان ومثلت السودان، ومن هناك أنا سافرت أمريكا. شاركت هناك في أمريكا وصلت في حاجة اسمها سيلات، سيلات من إندونيسيا. وبعد فترة دخلت هو في المجال الام ام اي، في مجال الموي تاي والبرازيليان جي جيتسو والأمريكان ريسلينج. تقريبا في مجال الام ام اي بديته 2009، وانقطعت شوية كده في الجامعة وكده حد ما استمريت بعد ذاك 2010، يعني حاجة بسيطة كده. بعد 2010 الحمد لله هو مستمرين لحد الآن. شاركت في أمريكا في بطولات كثيرة جي جيتسو في الموي تاي وفي الام ام اي. الحمد لله حصلت على الموي تاي 2014 بطل أمريكا جنوب أمريكا الشمالية في الموي تاي في وزنانا، وفي الجيجيتسو على مستوى عالي الحمد لله، حزام أبيض وحتى حزام أزرق. تيم تكون تلاقينا كنا في، أنا كنت جاي السودان زي أقول عابر كده، كان عندي أهداف في الخليج كده، فجيت السودان كم شهر وفتشت لي مركز أتدرب فيه أتمرن فيه، فتلاقيت الشباب كنا بنتمرن في مركز في بوري للموي تاي والكيك بوكسينج وكده. والحمد لله يعني بعد فترة لقينا إنه إحنا أهدافنا الـ MMA، فمنهم من الشباب هنا، عندنا من الشباب هنا حتى نفس الشباب 3 أو 4 من الشباب بدوا معي، ومنهم واحد اسمه طارق وأسد، وشباب دي لقيتهم من البداية والحمد لله هم مستمرين لحد الآن يعني، هم أدوني الاندفاع وعلى أنه أنا واصل وأبدأ البرنامج. بالنسبة لي أنا كمدرب ملاكمة إنهم هم يكونوا جيدين في الملاكمة، يعني يكونوا أبطال في الملاكمة أو نشوف أبطال يتخرجوا من النادي ده ويمثلوا السودان ويمثلوا الاتحاد. بالنسبة للفنون القتالية الأخرى أتمنى برضو أن أشوفهم هم وصلوا للمستوى العالمي، يعني ما الهدف بس أنه الواحد يجي يتمرن ويعرف يلعب لعبة معينة وده يكون الهدف بتاعه، لا، الهدف أنه الزول يصل لأكبر من كده بكثير ويمشي يصل للحاجة اللي هو عاوزها.
بالنسبه للام ام اي دي برضه حاجه يعني كويسه جدا انه يكون عندنا الرياضه دي موجوده، وانه برضه الرياضه تتصل للعالميه من السودان، واتمنى نشوف ابطال يتخرجوا من النادي يصلوا للمرحله العالميه ان شاء الله. كل واحد في النادي بيكون عنده اهدافه الخاصه وحلمه الخاص. الحلم العام انا اقدر اقوله اي زول عنده نيه في مجال واحد والثاني انه يصل لمستوى عالمي، يحقق يعني يحقق بطولات عالميه، بتحس بين الشباب في حاجه. عندنا في نفس الوقت الشباب هدفهم ملاكمه، وممكن هو داير يبقى بطل العالم في الملاكمه. وعندنا المواي تاي نفس الشيء، وفي الجيجيتسو نفس الشيء، في شباب بيجي جيجيتسو فقط ما بيعرف ما بيضرب بنيه واحده، وعندنا الدائره الام ام اي. لكن في العموم كل واحد هدفه يصل المرحله بتاعته يبقى ان شاء الله بطل عالم ويستفيد يعني من الحاجه اللي اصلا نحن كلها مستفيده منها برضه.